الخبر الاول اللي عدنان عبد الله المرقب عبود العمري وللاسف وفاته بحادث السياره في جنوب افريقيا. طبعا هو عنده قناه باليوتيوب بها 200,000 وحساب الانستغرام وهو شاب اردني، الله يرحمه يا رب ويجعل متواجدنا. وطبعا يا حبايب لا تنسون ان ترحمون عليه بالكومنتات. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فأول يوتيوبر اللي عدنا هي يارا مار. فيارا نزلت على سبب الانستغرام شوية ستوريات اللي تعلمي خلالها عن المقطع اللي راح تنزل اليوم باليوتيوب الساعة بالأربعة لحيث على قناتهم الجديدة واللي هي نور مار جروب. من الواضح ان المقطع راح يكون عبارة عن مغامرة او هيك شيء ما شفنا بالصورة المصغر. اما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهو وسام تيكت. فوسام تيكت نزل على سبب الانستغرام شوية ستوريات، وبهذه الستوريات علمي خلالها انه راح ينزل مقطع اليوم الساعة بالأربعة، وحسب ما كان كاتب بالستوري انه ليش بعدنا عن بعض ومشكلتي مع ماريانا. وبعدها نزل ستوري ثاني هم كان كاتب بيه فريقنا ناقص واحد وفيديو اليوم كثير مهم. الاشخاص ما يعرفون شو اللي صاير، فطبعا جا حاليا سافر فتره طويله، يلا يا حيرجع. لا قصدي انه خسرنا واحد من الفريق، فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات المقطع منه تحمسين اكثر من فريق فنابولي ونورمان. الخبر الثالث اللي عدنا عن محمد جواني وبيسان اسماعيل، هل هم راح يتصالحون؟ فجوان نزل على سبب الانستغرام هذا البوست اللي كان به هذه الصوره واللي كان كاتب عليها انه امبارح الصبح الساعه 5 انصدمت في شيء غير حياتي، مشان هيك رساله لكل حدا عم يشوفني، الحياه قصيره سامحوني، يمكن اليوم موجود بكره مو موجود، وبعد ساعتين راح انزل فيديو على اليوتيوب، يا ريت الكل يشوفه. الصراحه من بعد اليوم ما بقى شيء يهمني في الحياه، ومره ثانيه انا اسف من كل حدا غلطان في حقه، سامحوني الحياه قصيره. صار يتوقع انه راح يعتذر من بيسان اسماعيل، بلاذا ونزل هذا الستوري يرد بي على هذا السؤال انه هو فعلا راح يعتذر من بيسان ومها بهذا المقطع، وصراحه هالشيء غريب راح يصير. حاليا المقطع نزل، احط لكم رابط بالوصف راح تشوفوه وشوفوا هل هم تصالحوا او لا، وهل تتوقعون حيرجعون يصورون ويا بعض؟ قولوا بالكومنتات شو رايكم بهذا الموضوع، وهل راح تفرحون اذا رجعوا يصورون ويا بعض او لا. الخبر الرابع اللي عدنا عن نور ستار والسترايك الجديد انطتني على القناه بعد السترايك الاول اللي رديت عليه، حاليا رجعت نور ستار وانطتني سترايك جديد. اوكي، طبعا المقطع نازل من حوالي 6 اشهر، رجعت انطتني سترايك عليه ما ادري ليش، ما مسوي لها شيء، ما ناقل لها خبر، بس مو مشكله. اتوقع هواي سكتت، واتوقع حان وقت الرد، بس انتظروا شويه. الخبر الخامس اللي عدنا عن نور مار وليش هو معصب. نور مار نزل على سبب الانستغرام شويه ستوريات، وبهذه الستوريات هو كان بيها ضايج، اما نسى عن السبب. بعد ما نزل هو هذا المقطع فعليا بالدقيقه 4 يارا مار صارت تطلع بالكاميرا بهذا الشكل، فهو من فازات يارا صار يكتبون بالكومنتات انه شوفوا جمالها، ومن هذا الكلام كل الكومنتات تقريبا صارت بهذا الشكل. هذا نور مار انزعج انه ليش كل الكومنتات مو عباره عن المقطع، وان الكومنتات ما لها علاقه بالمقطع. راح احطكم الستوريات شوفوا. يا جماعه خشاتكم خير، بتمنى الكل يسمع الحكي لانه هام جدا. تمام، اولا نحن بيوتيوب وليس بحرب، يعني نحن عم نقدم محتوى، ما عم نتقتل مع بعض. ثانيا الفريق عم بتراجع كثير من ناحيه تقديم الاداء بالفيديوهات، لانه الفانزات زودوها، يعني كيف قالكم زودوها؟ صار اي شغله اي حركه تنحسب علينا، يعني فينا كثير لقطات بالمونتاج ما عم نحطها بس لانه خايفين نعمله تصميح وهيك، مع ان يكون هي مزح عادي ما فيها شيء ابدا. فالفانزات عم يعني عم يشيلوها فوق طاقتها، فبتمنى ونداء للجميع الفانزات، انا سبق وقلت بس رح ارجع اقول انه كلنا تأييد وحده، وانا اذا مزحت مع هاد او مع هاي انا مرضان شوي معلش، مو يعني انه انا ما بحب هذا او هي. تمام، انا اذا مزحت مع حدا عادي، ما نحن كلياتنا واحد اخوه، نحن انتم ما بتشوفوا انه ورا الكاميرا نحن احسن من قدام الكاميرا، لانه التعليقات بالفتره الاخيره والشغلات اللي عم تساووها كثير عم تساوي حدود. بس بدي اوصلكم انه فكره واحده انه كلياتنا المره المليون كلياتنا واحد، ما في شيء اسمه فانزات نور، ما في شيء اسمه فانزات محمد انور يارا قمر نيرمين، لا كلياتنا اسمنا شو؟ جلادين واحد. هي حابب اقول لكم انه انا كثير بهمني راحت بالي يا جماعه، كثير بهمني راحت بالي، بس لانكم انتم غاليين علي فلهيك عم بقول لكم وبحكي لكم وبفضفض لكم. تمام، فرجاء وافوا هذا الصراعات البايخه البيض، لانه كلياتنا واحد. برجع بعيد وخلاص، يعني بكفي لايمت يعني حطوها براسكم، كلياتنا رح نكبر بعد سنتين ثلاثه خمس سنين، رح نطلع دول شغلات سخيفه وتافهه، يعني مالي فهمان. ستوريات كلها نزلتهم فرد دفعة، فمشان هيك نزل واحد ورا واحد قدام واحد كذا هيك، بس اللي شاف هذا الستوري يرجع عيده من اول، كون ترتبوا وتسلسلوا عشان تفهموا الوضع اكثر. تمام، وانا اسف على شكلي وصوتي لانه جد مع ليمون، عم بشرب ليمون. اعتبر انت عزيز المتابع ما بتعرفنا ابدا وما شفت فريق نور مار ابدا، لما تيجي تدخل على اول فيديو هيك طلع لك بالصدفه مقترح على اول فيديو مثلا من فيديوهاتي، بتدخل بتنزل التعليقات كلها على حرب بين هي وهي، على غزل لهي على غزل هي. الناس راح تفكر انه هذا الفريق فاشل، تابعين نفسهم عم بتابعون بس شان جمالهم، لكن ليش ما بحب انا تعليقات غزل؟ بس شان جمالهم ولانه عم تقتلوا وعم سووا جدل، لا نحن بدي اياكم تتابعونا لانه نحن عم نقدم محتوى عم نتعزى عليه وعم نسافر لاخر الدنيا لحتى نسوي لكم فيديوهات برات القوقعه برات الشيء اللي عم نزلوه اي يوتيوبر. فهي النقطه بدي اوصل لكم اياها، انه انا ليش ما بحب التعليقات او ما بحب هالشيء؟ لانه انا اذا حدا فات يشوف انه عندنا محتوى جد، انه الناس عم تتابعونا محتوانا، مو مشان عيوني، مو مشان عيونه، مو مشان راسه، مو مشان راسه. بالنهايه انا ما عم بحكي هذا الحكي للكل ابدا، ما عم بعمم ابدا، انا عم بحكي بس على فئه معينه بتحبنا كثير
لدرجة انه بتغار علينا كتير، بدها توقف معنا كتير ضدنا يعني. ما اكيد فهمكم اياها، بس انا بوجه لهم تحية وبالتوفيق كتير لالهم. يعني عندك اليوم، لانه انا صرت فريق مثلا مع قمر، صاروا فانزات يارا يتقتلوا ويكتبوا تعليقات وعلى نحمل انهم متوقعين هناك. لا يا جماعه، حكي لنا واحد ما عم نسوي حرب، نحن هون نحن عم نقدم محتوى. فوصلتوني لمرحله انه افكر انه اساوي تصوير من عدا هاي او هاي بس عشان اريح راسي. يعني جد وصلتوني لهالمرحله، فلا توصلوني الى الله يوفقكم، انا ما بدي اخسر حدا ابدا. فمشان هيك رجاء رجاء المره المليون، انا ماني مفكر ابدا انه ما اصور معي او معي، عدت فتره وصورت من دونه صار كمان كثير مشاكل، بس الله رجعتهم ورجعت تعليقاتكم حلوه. بس اليوم فيديو اليوم عم برجع بخلينا نفكر ونعيد ونكرر. انا ما مشتي اخسر حدا، ولا مشتي انه ما صور مع حد او ما صور هذا او صير حزي بين هذا وهذا مشان فيديو تافه. تمام، فبتمنى انه توقفوا هذا الشيء اللي عم نساويه، وكلتنا واحد، ولا يصمم هذا على هاي ولا يصمم هذا على هاي، ولا تقتلوا بعض، كلتنا واحد. انه ليش يعني انا بعمركم شفتوا فانزاتي، انا كفانزات نور شفتوا فانزاتي انه عم بسوي مشاكل او عم بسبوا هاد وهاد. وبصل اللي وصلنا هذا المقطع، من المقطع جابكم لا تحطون لايك، اشتركوا بالقناه، شاركوا فيديو، وخذ منك القصص. شكرا لكم حبايب على كل شيء، وبس مع السلامه.